مرحبا، كيفكم؟ هي أنا جيت لكم بفيديو جديد. أتوقع هتستغربوا من العنوان اللي كتبته، بس فيديو اليوم رح يكون ميك أوفر باللون الأسود. هذا الشيء شفته عند يوتيوبر أجنبي اسمها كندي، ولأنه تاني لون مفضل عندي هو اللون الأسود، وأتوقع كتير ناس تحب اللون الأسود، واللون الأسود لون جريء ولون حلو ولون فخم ولون، فهمت علي؟ طبعا في ناس رح تفهم غلط انه ما رح احط فاونديشن اسود على وجهي ولا كونسيلر اسود، انا رح اعمل مكياج بطريقه مو اني عم بتخوت، يكون حواجبي سود، رموشي سود، شدو اسود، حمره سودا، شعر اسود. اذا انتوا تابعوا القناه وهي اول مره بتشوفوني، فلا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر السبسكرايب، تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي واهمهم الانستغرام. هاي انستغرام رح اترك لكم اياه هون على الشاشه، وكمان اسمي هون تحت صندوق الوصف. ولا تنسوا تحطوا لايك كبير للفيديو اذا حبيتوه، ويلا خلونا نبلش بالفيديو. رح ابلش مرحله المكياج، فخلوني ارفع شعري. مش قلت لكم انا لما احط كونسيلر راح اطلع كان فضائي ما حد رد علي. هلا بالنسبه للحواجب رح اخليهم لون اسود. استخدم البريسايسلي ماي برو بنسل من بنفت، عندهم 12 درجه من هذا القلم، فاذا لون حواجبك برتقالي ممكن تلاقي لون. طبعا طريقه التعليم راح تكون جدا حاده، بدي اياه يبين هيك حاجب، فهمت علي؟ يعني كميه الجمال اللي حاجبي حاليا فيها لا توصف. حروح اعمل الحاجب الثاني وبرجع لكم. هلا خلصت الحواجب وهلا بدي ابلش بمكياج العيون. يا رب ما اعجب باللون الاسود، اخذ لون اسود. واو شو نايس. واو حاسه حالي نوعا ما عم بخبص، بس لا رح نكمل رغم الاعاقه. عم بعمل لوك بني ادم طالع من هوشه مضروب بوكس على عينه. حسمي هيك الفيديو، كيف تتهوى الانسان مضروب بوكس عينه ما ساره. عم بشوف حالي عم بخبص وعم بكمل، اوكي؟ يعني ما حد يحكي انا بستسلم، لا الله علي. يا رب اعملها زي العين الاولى، لان عندي احساس اني ما راح اعملها زي العين الاولى. المشكله انه هذا مش حيالله لون، هذا اللون الاسود، وانا عم بلعب بلون جدا ما باللازم يلعب فيه، وانا انه انا بسوي حالي انه انا القويه بالحياه كاتبه هيك، بس انا لا مش هيك. نوعا ما انا اصلا خبصت. ف هاي العين ما بتشبه هاي العين، ممكن اعرف ليش. واو قديش نايس على فكره، حلو انا عاجبني. انا كذابه، لازم نبطل كذب احنا. جبت العين، جبت العين، جبت العين. لازم يطلع حلو، حط في بالي انه حيطلع احلى من هيك. اوكي هلا صار وقت الاي لاينر. بسم الله. مكياج سيء يعني كثير 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 سيء، بس اتوقع الرموش لما اركبها هلا حتعمل تظبيط. او ماي جاد اللون عم يصير ازرق. واو ايش هاد؟ او ماي جاد او ماي جاد. مين انا مين انا مين انا؟ يمي 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 يمي. حاولت قدر الامكان اني اعمل الميك اب قد ما بقدر اسود. يلا تعالوا نلبس الباروكه السوداء ونشوف بعدين اللبسه كيف حيكون شكلي النهائي. خلوني اضب شعري عشان نقدر نلبس الباروكه. واو طب بدي اروح هلا البس اللبسه، حتكون اوفر اول مع بلوزه سوداء. هلا بدنا نروح نشوف كيف رح يطلع شكل النهائي. يلا إذا كان اللون الأسود إنسان رح يكون أنا حالياً. حبيت اللوك ورح أقيم هذا اللوك 10 من 10 لأنه أنا قدرت أتغير وباللون الأسود وكتير طالع حلو.
بس. وهلا بدي احكي لكم انه هاي كانت نهايه فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم وحبيتوه، حطوا لايك واشتركوا بالقناه اذا انتم لسه مش مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات مهم وضروري. احبكم كثير، ان شاء الله بتشوفوني بالفيديو الجاي. باي.